يراوغ الهواء ويركض لوحده، العدو الأول لديخيا وصديق الخصوم، كابتن برتبة ثلاجة. رافقونا بهذا الفيديو لنسرد لكم قصة هاري ماغواير. الحياة المبكرة في كرة القدم. في 5 مارس عام 1993 ولد جايكوب هاري ماغواير في منطقة شيفيلد بإنجلترا لعائلة كاثوليكية من طبقة متوسطة. طفولة هاري كانت مثيرة للاهتمام، إن لم تكن غير مألوفة لكم، كان من عائلة محبة لكرة القدم. والد هاري لاعب كرة قدم سابق في نادي بارنسلي، ليصبح أخويه جو ولورانس لاعبي كرة قدم أيضا. هاري كان طفلا موهوبا محبا لكرة القدم، يعود إلى منزله من المدرسة متسخا بالطين، حيث كان يخرج من المدرسة إلى ملعب غرينفيلد ليلعب كرة القدم. وفي أحد مباريات بطولة المدرسة قدم هاري أداء مذهل ليجذب انتباه نادي والده بارنسلي. بعد ذلك تبنته أكاديمية نادي شيفيلد يونايتد. تألق هاري ماغواير مع شيفيلد ليلعب في صفوف الفريق الأول عام 2011، ثم تلقى عرضاً من نادي هال سيتي، كما حقق جائزة أفضل لاعب في موسم 2012. بعد ذلك بأربعة أعوام وقع عقداً بقيمة 2,500,000 جنيه استرليني لنادي ليستر سيتي. نتائج مذهلة مع إنجلترا. على الصعيد الدولي تم استدعاؤه لمنتخب إنجلترا عام 2018 ليساهم في تأهل منتخب بلاده لمونديال روسيا. وفي تصفيات مونديال قطر سجل هاري ماغواير أول أهداف إنجلترا ضد منتخب سان مارينو، وانتهت المباراة بفوز ساحق لإنجلترا على سان مارينو بنتيجة 10-0، ليصبح هاري المدافع الأكثر تسجيلاً في تاريخ منتخب إنجلترا برصيد 7 أهداف. ويساعد منتخب بلاده مرة أخرى لحضور مونديال كأس العالم 2022. النكبة مع مانشستر يونايتد. تألق هاري ماغواير مع منتخب إنجلترا كان مغايراً لأدائه مع مانشستر يونايتد في 6 شهر آب عام 2019. تمت الصفقة ب80 مليون جنيه استرليني مع نادي ليستر سيتي. وقع اليونايتد مقابل المدافع الإنجليزي هاري ماغواير، ويصبح أغلى مدافع بالعالم وأغلى مدافع بتاريخ اليونايتد. الرقم أثار الدهشة لمحبي ومشجعي الشياطين الحمر من أجل مدافع، والغرابة لم تتوقف هنا. ليعين ماغواير قائداً لمان يونايتد، قرار تم استجوابه من قبل النقاد والمعجبين على حد سواء، بالرغم من الضغط الذي عانى منه الفريق على أدائه في الدوري الإنجليزي. إلا أن الفريق لم يتنازل عن موقفه من إعطاء إشارة الكابتن لماغواير، بالرغم من وجود لاعبين كبار ككريستيانو رونالدو وكافاني وبوغبا وراشفورد. وفي 29 نوفمبر تم تعيين رالف رانجك الألماني مستشاراً لمانشستر يونايتد بعقد لمدة 2 سنين خلفاً لغونار سولشاير الذي لم يحقق نتائج إيجابية مع الفريق. المشجعين كانوا يتوقعون التوقيع مع زيدان أو بوتشيتينو وليس رالف، إلا أن مع بداية قدوم رانجك تحسنت النتائج الأخيرة تحت قيادة المدرب الجديد. لكن التعادلات المتكررة وطريقة الأداء التي قدمها الألماني كانت مخيبة للأمال. ماغواير الثلاجة. بدأت الشائعات تخرج بالجملة في غرف تبديل الملابس بعد الخسارة أمام فريق ويلفرهامبتون، عن تقارير صحفية أكدت أن ما لا يقل عن 17 لاعبا بالفريق غير سعداء بالنادي ويتطلعون للمغادرة بالصيف نهاية الموسم إذا لم يتغير شيء. جادل مشجعو مان يونايتد بأن الكابتن في إشارة منهم لهاري ماغواير هو من ينبغي له أن يكون أول لاعب يتحدث من غرفة تبديل الملابس، لكن التصريحات خرجت من فريد وماركوس راشفورد قبل أن يصدر هاري بياناً. ليخرج ماغواير بتصريح مفاده أن اللعب فوز وخسارة، ووعد الجماهير أن الفريق سيكون ضمن المراكز الأربعة الأولى بالدوري الممتاز. هنا انفجر مشجعي الشياطين الحمر مع عبارات سخط واستياء. نقدم لكم هاري ماغواير الثلاجة، كابتن فريق مانشستر يونايتد ب80 مليون جنيه وغير قابل للإزالة، ليجمعوا له فيديوهات تسلط الضوء على أخطاء قائد الفريق أمام الخصوم، من تعرض مدافع يونايتد للإهانات بشكل متكرر أمام الخصوم،
وسحب أحد زملائه أمام مهاجم الخصم بشكل يثير الدهشة. قسم آخر من جماهير الشياطين الحمر دافعوا عن ماجواير بقولهم: المدافع القائد لا يتحمل المسؤولية الكاملة في نتائج الفريق مؤخراً. أكدت تقارير صحفية بشكل شبه مؤكد وصول تنهاج الهولندي لتدريب وقيادة فريق مانشستر يونايتد وسط تفاؤل كبير من مشجعي الفريق. برأيك، هل ستكون أولى قرارات هاج بفصل هاري ماجواير ليقدم مانشستر يونايتد أداء أفضل، أم أن تبديل شارة الكابتن لكريستيانو رونالدو ستكون كافية؟